لو الحكاية فيها إن فيتو حضرتك بس تقول لي اسم حضرتك. انا اللواء مصطفى، اللواء مهندس مصطفى السيد جودة، اخويا الدكتور صلاح جودة توفى وفاة مفاجأة اثر ازمة قلبية حادة، وطبعا بنطلب له الرحمة والمغفرة ان ربنا يتجاوز عن سيئاته وان ربنا ينزله منزل الشهداء والأبرار. هو كان انسان محترم وكان خطوة انسان يعني الحمد لله كان يعني بيبين الناس المعلومة في صورة بسيطة كده وكده. اشكرك.